السلسبيل الشافي في علم التجويد، نظم الشيخ عثمان بن سليمان مراد رحمه الله. بدأت بالحمد وبالصلاة على النبي وآله الهداة، وبعد خذ نظما أتاك جيدا يهديك إن أردت أن تجودا. سميته بالسلسبيل الشافي فهو لتجويد القرآن كافي، فمن بالقبول يا الله وانفع به جميع من تلاه، واجعله داعيا إلى النعيم وخالصا لوجهك الكريم. باب الاستعاذة. يجوز إن شرعت في القراءة أربع أوجه للاستعاذة: قطع الجميع ثم وصل الثاني، ووصل أول ووصل اثنان، وجائز من هذه بين السور ثلاثة وواحد لم يعتبر، فاقطع عليهما وصل ثانيهما وصلهما ولا تصل أولاهما. وبين أنفال وتوبة أتى وصل وسكت ثم وقف يا فتى. باب تعريف النون الساكنة والتنوين. اعلم بأن النون والتنوين قد عرفوهما بأن النون ساكنة أصلية تثبت في لفظ ووصل ثم خط موقف، وهي تكون في اسم أو فعل وفي حرف وفي وسط ترى وطار في. ولكن التنوين نون ساكنة زائدة في آخر اسم كائنة تثبت في اللفظ وفي الوصل، ولا تثبت في الخط وفي الوقف كلا. باب أحكام النون الساكنة والتنوين. أحكام تنوين ونون أربعة من قبل أحرف الهجاء التابعة: أظهرهما من قبل همز هاء عين وحاء ثم غين خاء، وأدغمنهما بغير غنة في اللام والراواب ينمون، ما لم يكن في كلمة قد ذكرا كنحو صنوان ودنيا أظهرا. واقلبهما ميما قبيل الباء وأخف قبل فاضل الهجاء. صف ذا فلا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. باب التعريف. الإظهار أن تخرج كل حرف من مخرج من غير غن الحرف، واللفظ بالحرفين حرفا واحدا مشددا كالثاني إدغام بدا، وجعل حرف في مكان الآخر مع غنة فيه فإقلاب دري. وأما الإخفاء فحال بين الإظهار والإدغام قد روينا. باب حكم النون والميم المشددتين. إن شددت نون وميم غنا وصلا ووقفا كاء تمهنا، وسم حرف غنة مشددا واحذر لما قبلاهما أن تمددا. باب أحكام الميم الساكنة.
والميم إن تسكن لها أحكام الإخفاء والإظهار والإدغام. فأخف عند الباء وفي الميم ادغما وأظهرنها عندما سواهما. وإن رأيت الميم قبل الفاء أو قبل واو احذر من الإخفاء. باب الغنة. وغنة صوت لذيذ ركب في النون والميم على مراتب، مشددان ثم مدغمان ومخفيان ثم مظهران. كميلة لدى الثلاثة الأول نقيصة في الرابع الذي فضل. وفخم الغناة إن تلاها حروف الاستعلاء لا سواها. باب أقسام اللامات وأحكامها. واللام تعريفية أصلية اسمية فعلية حرفية. فلام الزائدة في الكلمة وهي أتت مظهارة ومدغمة. فأظهرت قبل ابغ حجك وقف عقيمه وأدغمت فيما قلف. طب ثم صل رحما تفز ضفذان عم دع سوء ظن زر شريفا للكرم. وسم إن أظهرتها قمرية وسم إن أدغمتها شمسية. وأظهرا أصلية كألفي ومثلها اسمية كخلفي. ولام فعل ثم حرف أظهر عند الحروف ما عدا لاما ورا. كقل لهم قل رب بل لا بل رفع، قل جاء والتقى، وقلنا بل طبع. باب مخارج الحروف. اختلف القراء في المخارج على مذاهب ثلاثة تجي. فهي عند قطرب أربع عشر وعند سيبويه ستة عشر. ومذهب القليل وابن الجازري قد دارها بسبعة وعشر. وهو الذي جرى عليه لانا معظم من يجود القرآن. فالجوف مخرج حروف المد عند القليل ثابت في العد. والآخران الجوف أسقطاه وأخرج الحروف من سواه. والحلق من أقصاه همز هاء من وسطه يخرج عين حاء. والغين والقاء بأدنى الحلق والقاف من أقصى اللسان فوق. والكاف من أقصى صاه أي من تحته. والجيم والشين ويا من وسطه. ومخرج الضاد لكل الناس من حافة اللسان والأضراس. وكونها اليسرى هو الكثير وباليمين نطقها عسير. واللام أدناها إلى انتهائها والنون من طرفه من تحتها. والراء منه ولظهر تقرب وأخرج الثلاث منه قطرب. والطاء والدال وتاء فهيا منه ومن أصل الثنايا العليا. والصاد والسين وزاي تجلى منه ومن فوق الثنايا السفلى. والضاء والذال وثاء تلفت من طرفيهما أي التي علت.
والفاء من باقين سفل الشافة ومع أطراف الثنايا العليا للشافتين الواو باء ميم وغنة مخراجها الخيشوم. باب ألقاب الحروف. ألقابهن عشرة جلية، فأحرف الجوف اسمها جوفية، وأحرف الحلق اسمها حلقية، والقاف والكاف هما لهوية، والجيم والشين ويا شجرية، واللام والنون وراء ذا القية، والتاء والدال وتاء نطعين، وأحرف الصفير قل أسلية، والضاء والذال وثالثوية، وأحرف الشفاه قل شفوية. أما الهوائيات يا صديقي فهي حروف الجوف بالتحقيق. فصل في الحروف والمخرج وأقسام الحروف. اعلم بأن الحرف صوت اعتمد على مقاطع لها في الفم حد، والمخرج علم أنه في العرف معناه موضع خروج الحرف. ثم الحروف عندهم قسمان، أصلية فرعية فثمان، خمسة أحرف بلا محالة، همز مسهل ألف ممالة، والصاد والياء المشمتان، وآلف التفخيم سالبيان. باب المثلين وأخواته. إن التقى الحرفان خطا قوسما أربع أقسام وكل عونما، فإن توافقا كلا الحرفين وصفا ومخرجا يكن مثلين، وإن توافقا جميعا مخرجا لا صفة فمتجانسين جا، ومتقاربين عندهم عرف، قارب المخراج والوصف اختلف، ومتباعدان إن تباعدا في مخرج والوصف لم يتحدا، وكل واحد من الأربعة منقاسم حتما إلى ثلاثة، إن ساكن الأول قل صغير، أو حرك الحرفان قل كبير، أو ساكن الثاني فسم مطلقا، فهذه اثنا عشر قسما حققا. باب الإظهار والإدغام. أدغم من الصغير ما تماثلا، إن كان أول من المد خلا، كنحو يدرككم ونحو قل لهم، لا نحو في يوم ولا قالوا وهم، وجاء فيما لاك لا تأمنا، وجهان إشمام وروم يعنى، وإن تجانس الصغير أدغما، منه حروف خمسة لتعلما، فالدال في التاء كنحو عدتم، والذال في الظاء كإذ ظلمتم، والتاء في الطاء وفي الدال معا، كنحو هم الطا وأثقل الدعا، والثاء في يلهث بذال أدغمت، والباء في الميم التي في اركب أتت، وما بقي من عشرة الأقسام فيهن إظهار على الدوام. باب المد. وعرف المد بهذا الحد، إطالة الصوت بحرف المد، حروفه واو ويا وآل،
ألف سكن عن جنس كفى وفي وفو واللين منها الياء وواو ساكنا من بعد فتح النحو كيف قولنا والمد قل أسبابه شيئان همز سكون وله قسمان أصلي إذا المد خلا عن السبب فرعي إذا بواحد من مصطحب وغاء مضمر وشبه وجدا بين محركين وصلا جدا لكن معا أرجه فألقه سكني وقصر لدى يرضاه فوق المؤمن وتقصر الها عاقب الإسكان في غير يخلد فيه في الفرقان باب أحكام المد للمد أحكام ثلاث واجب وجائز ولازم فالواجب أن تأتي الهمزات بعد حرف مد في كلمة متصلا هذا يعد وامدده أربعا وخمسا إن تصل وخذهما إذا وقفت واستطل وجائز منفاصل وبادل وعارض للوقف فالمنفاصل أن تأتي الهمزات بعد المد في كلمتين كائلا أشد وجاز فيه من طريق الشاطب أربعة وخمسة يا صاحبي وإن يكن تقدم الهمز على مد كآمنوا فسم بدلا واقصره إن لم يأتي بعده سبب وإن أتى فاعمل بذلك السبب وعارض إن جاء بعد والمد وقفا عارض التسكين كنحو من خوف ومن سبيل بالقصر قف والوسط والتطويل ولازم إن جاء بعد حرف مد سكون نصلي وبالطول يمد باب أقسام المد اللازم ولازم المد له أقسام أربعة بيانها الكلام كلمي وحرفي وكل منهما مثقل مخفف قد علما حرفي إن السكون جاء بعد مد في الحرف كلمي إن بكلمة وجد مثقل إن السكون أدغم مخفف إن كان ليس مدغما واللازم الحرفي كم عسى النقص وكلها بأول السور تخص الله آلانا وأذكرين أبدل وسهل فعرف الوجهين فصل في أحرف فواتح السور جملة أحرف فواتح السور صله سحيرا من قطع كاربع عشر فمد كم عسى النقص طويلا وخذ بعين الوسط والتطويلا واقصر برهب حي كل حرف وسمه مدا طبيعي حرف وسم حرف آلف في العد حرفا ثلاثيا بغير مد باب أنواع العارض للوقف والوقف مد عارض له ومد متصل وعارض من غير مد فقف عليها بالسلام
السكون كيف مر واشم بها رفعا ورم رفعا وجر ولا تجز روما بوجه إلا إن كان هذا الوجه جاز وصلا لشمام ضم الشافتين دون صوت بعيد نطقك السكون والروم خفض الصوت بالمحرك يسمعه كل قريب مدرك وامنع لوجه الروم والإشمام في خمسة تأتيك بالتمام في النصب ميم الجمع طال الشكل هائم مؤنث سكون أصل والخلف فيها الضمير بعد يا أو واو أو ضم وكسر رويا باب صفات الحروف صفات أحرف الهجاء 17 منهن خمس ضد خمس تشتهر جهر ورخو واستفال وانفتاح لصمات واعرف ضدها بالاتضاح مهموسها فحثه شخص سكت أما شديدها أجر قط بكت وبين شدة وبين الرخو واستفيل عمر وعلوها قذف الصدر صاد وضاد طا وضاء طباق وفر من لب هي الإلاق وللصفير الصاد سين مهملة زاي وأما قطب جد قلقلة واللين واو ثم ياء عرفا واللام والراء بانحراف موصفا وكرر الراء وفش الشينا واستاطل الضاد تحز يقينا باب معاني الصفات الهمس جر ينافس الحروف والجهر حبس جره المعروف والرخو جري الصوت والشدات لا والوسط بين الحالتين حاصلا رفع اللسان بالحروف استعلى وخفضه بها استفال يجلى لطباق إلصاق اللسان بال حنك والانفتاح فتح ما بين الحنك للاق خفة الحروف وضعا والانصمات ثقلهن طبعا أما الصفير فهو صوت زائد بين الشفاه مع حروف يوجد وصفة المقلقل المتاجه هي اضطرام الحرف في مخرجه واللين أن تخرج بالسهولة حرفين دون شدة وكلفة وأما الانحراف قل في حده معناه ميل الحرف عن مخرجه وعرف التكرير بالارتعاد رأس اللسان تحظى بالمراد وإن تشأ معنى التفشي فاعلمي هو انتشار الريح داخل الفم والاستطاله إن أردت حدها هي امتداد الضاد في مخراجها باب التجويد ومراتبه تجويد كالقرآن حتم واجب إن لم تجوده فأنت مذنب لأن ربي كلف الإنسان به فقال رتل القرآن وهو أن تعطي كل حرف ما يستحق
يحقه بكل لطف، وهو يزيد القارئين حسنا ولا يعود اللسان اللحن، وما له ضبط سوى التكرار بالفم واستماعه من قاري. وجود القرآن بالترتيل والحدر والتدوير يا قليلي. باب بيان اللحن والواجب في علم التجويد. واللحن قسمان جلي وخفي، كل حرام مع خلاف في القفي. أما الجلي فخاطئ في المبنى، خلا به أو لا يخل المعنى. أما الخفي فخاطئ في العروف من غير إخلال كترك الوصف، لا يعرف الخفي سوى المجود، ويعرف الجلي كل واحد. صيانة اللفظ عن الجلي يدعونه بالواجب الشرعي، وصونه عن الخفي المشاع يدعونه بالواجب الصناعي. وقيل إن الواجب الشرعي ما فيه إجماعهم سويا، والواجب الثاني أي الصناعي على ثلاثة من الأنواع. تعليم من بطبعه يجيد قراءة أو شأنه التقليد، أو كان من حكم الوقوف يدرى، أو من مسائل اختلاف القراء. باب أركان القرآن. اعلم أخي بأن للقرآن ثلاثة تأتي من الأركان: توافق النحو وقط المصحف، وصحة الإسناد فيما تعرفي. باب مراتب التفخيم. وفخم استعلى بترتيب يفي، طب ضيف صدق ظل قل غير خفي. أشدها المفتوح بعده ألف، ودونه المفتوح من غير ألف. مضمومها وساكن عن كسر، مكسورها فخمسة بالحصر. وساكن عن فتحة كفتحة، وساكن عن ضمة كضمة. باب الترقيق. كل حروف الاستفال رقق، والآلف اتبعها لحرف سابق. والله فخم بعد فتحة وضم، لا بعد كسر نحو عبد الله عم. باب الراء. ورقق الراء حال الانكسار، وحال إسكان عن انكسار. إن كان أصليا وموصولا بها، وليس علم بعد في كلماتها. وفي الرقن الخلاف فيه مشتغر، لأن الاستعلاء بعدها انكسر. ورققا وقفا بعيد الكسر، أو يا سكن أو ساكن عن كسر. والخلف في القطر وفي مصر أتى، واختير ما في وصل كل ثابتا. وبعد فتح وانضما من فخما، أو بعد ساكن أتى بعداهما. ورجح التفخيم في وقف كسر عن غير كسر عكس يسر ونسر. وإن تقف بالروم راعي الوصل، ولا تنون ما عروا من أصلا. وأخف تكريرا براء شددت وصلا ووقفا، وكذا إن ساكنت. باب استعمال الحروف. إياك أن تفخم المستافلا، إن كان لاستعلابه متاصلا. كالحق
الحق واهدنا الصراط واتقى والمدحضين وعظيما راهقا والهمز رقق من أعوذ اهدنا الله الطلاق والحمد أنا وراءه أقول إن أرادني أغنى أضاءت أصطفى وإنني ولا مال لله ولا الضوى لكم وليتلطف وعلى الله ظلم والميم من مخماصة وما أمرنا الله موطئا ومرضى والقمر وباء برق باطل بهم صبر وبعضهم بعضا بعوضة بطر وهاء إن الله فوقها ظهر والواو في يطوقون ووطر وحاء حصحص أحف الحق وسين مستقيم يسبو يسقو والتاء من حرصتم أفضتم وخضتم كذا وما فرطتم وبين المقلقل المسكنا وصلا وإن وقف كان أبينا وحاء فاصفح عن وها سبحه ولا تزغ قلوبنا واضحه وبين الغين التي في يغشى خوف اشتباهها بطاء يخشى واحرص على السكون في جعلنا أنعمت والمغضوب مع ضللنا وخلص الفتاح محذورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصى وخلصا فتحا وكسرا واردا من قبل ضم خوف أن يتاحدا واحرص على الشدات والجهر بباء والجيم نحو حبة وحببا ورب صبرا وابتغى وربوتي والفجر واجتثت وحج فجوتي وبين الضاد بنحو الضر والضاء في وعظت حيث مر وشدة الكاف وتاك شذككم وتتوفاهم وفتنة لهم وبين الإطباق إن أدرمت أحطت فرطتم لئن بسطت وفي ألم نقلكم الوجهان لإدغام ذو التمام والنقصان تنبيهات لمن يقرأ برواية حفص من طريق الشاطبية وبثة الأعراف يبسط البقر بالسين والمسيطرون الخلف قر وقرأ بوجه الصاد في مسيطري والنون في ياسين نون أظهري واسكت على مرقادنا من راقي وعي وجنب الران اتفاقي والخلف ماليه وضعف الرومي بفتح ضاده وبالمضموم حفص بمجرها فقط يميل وفي أهع جميله التسهيل وفي فما آتاني الله قفا له بياء ساكن أو احذفا باب الوقوف وبعد أن تعريف أن تجود لا بد أن تعريف وقفا وابتدا إن الوقوف أربع تريح تام وكاف حاسر قبيح تام إذا لم يتعلق مطلقا كاف إذا معنى فقط تعلقا وحاسن إذا تعلق حصل في اللفظ والمعنى وتمت الجمل
قف وابتدئ إلا إذا كان الحسن في غير رأس قف عليه واصلا. أما القبيح فتعلق وجد في اللفظ والمعنى ولكن لم يفد، ولا يجوز الوقف فيه إلا إن كنت مضطرا وصله وصلا، ولم يجب وقف ولم يحرم سوى ما أوهم المعنى وقاريه نوى. باب معرفة المقطوع والموصول. وواجب على ذوي العقول معرفة المقطوع والموصول، ألا بعشر كلمات قطعت ألا أقول لا يقول ثابتت، وتعبد ياسين ثاني هود لا يشركن تشرك يدخلن تعلو على، وملجأ ولا إله إلا هدى وخلف الأنبياء حلا. أمن خلقنا من يكون أسسا يأتي ومما ملكت روم النساء، وموضع المنافقون خلفه عمن تولى من يشاء عمانه، ويوم هم على وبارزون وحيثما وأنما يدعون، معا وفي الأنفال خلف إنما لنعام والخلف بنحل نورما، وألم المفتوح والمكسورا إلا الذي في هودها مذكورا، وكل ألو فيه الانفصام والخلف في وألو استقام، وكل ما سألتموه قطعت والخلف ردوا جاء القيدا قالت، وبئس مقطع بحرف وصلت والخلف في قل بئس ما يأمر ثبت. إما لدى راد وفيما قطع في الشعراء وخلف تنزيل معا، يبنوا معا أوحي أفضت مشتهت روم فعلن ثانيا وواقعت، وما لهذا والذين هؤلاء ولا تحين قطعهن عولا، وصل فأينما كنحل واختلف في الشعراء الأحزاب والنساء ورد، كي لا بحج تحزنوا تأسوا على وثاني أحزاب وأن لن نجعلا نجماع، واعلم أنها ويا وأل كانوهم وما يلي لا تنفصل، وصل نعم مما عم أما ذا يشركون اشتاملت ومهما، ويبنى أم ربما يومئذ ممن وإلا ويكأن حينئذ. باب التاءات. واعرف من المرسوم تاءات أتت في مصحف الإمام بالتاء كتبت، رحمة معا بالزخرف الأعراف والباقرة والروم هود كافي، نعمة ثاني الباقرة عمران ثاني العقود فاطر لقمانا، والطور والنحل الثلاثة الأقر وإبراهيم في الأخيرين انحصر، لعنت لدى عمران أعني أوله نور ومعصية لدى المجادلة، وامرأة مضافة لزوجها وابنت وفطرت شاجرت دخانها، قرة عين سنة الأنفال مع ثلاث فاطر وغافل وقع،
بقية الله وجنت وقعت وأوسط الأعراف تمت كلمة وكل ما فيه خلاف القروع جمعا وإفرادا بتاء يدرى وهي غيابت وجمالت بينت بفاطر وثمرات فصلت في الغرفات سابئ وآية في يوسف والعنكبوت ثابت وكان مثلا عاميون سامع والخلف في الثاني وطول وقع وقف بتاء يا أبت ولا تهيهات مرضات وذات اللات باب المحذوف والثابت من حروف المد واعرف لمحذوف من الواو ويا إن كان قبل ساكن قد آتيا يمحو بشورى يدعو الإسراء والقمر سندعو والتحريم صالح استقر يؤتي النسخشون الجوار صالهاد حج وروم أربع الوادي يناد ننجي الذي في يونس تغني النذر يردني يا عبادي أول الزمر والآل تحذف إن تصل أو تاقف من أيها الرحمن نور الزخرف وأثبت وقفت لا إن تصلي أنا ولكن بكهف تنجلي كذا الظنون والرسول نسفع ولا يكونا والسبيل ومع أولى قوارير وفي سلاسل حذف وإثبات بوقف حصلا وأثبت الياء التي في الجمع وقفا لدى مواضع أي سبع آتي مقيم حاضري محلي ومهلكي ومعجزي في الكل باب الابتداء بهمز الوصل وابدأ بضم همز وصل فعلي ثالثه فيه انضمام أصلي واكسره إن يفتح ويكسر أو يضم بعارض كابن قضوة تمشوي أم واكسره في ابن وامرئ واثنين واسم وفي الفتح كالدين وحال بدء أبدلا همزا سكن يا أن بئتوني وواوا بئت من والحمد لله الذي وفاقني إلى تمام نظم ما علمني أسألك اللهم يا مولانا ترضى على نظيمه عثمانا واحفظه في الدنيا من الآفات وادخله بعد الموت في الجنات وصل يا رب العباد دائما على النبي وآله وسلما ما دام يدعو قارئ القرآن في الختم بالقلب وباللسان